المثال الثالث abolish strong overworked from hand baby with a velocity of 14.7 متر على السكن. إذا كانت كرة رميت من يد طفل بسرعة 14.7 متر على السكن. The height from earth at time learning hand it is 1.5 متر. الارتفاع اللي كانت يد الطفل اللي ذاك الزمن 1.5 متر. يريد find the maximum high reached ball, أعلى ارتفاع وصلت للكرة اللي مرمية, and the time والزمن. من خلال معادلات أو قوانين السقوط الحر, أحد القوانين اللي أقدر استخدمه ويا هذا المثال هو في سكوير. هنا في سكوير رمينا ده خطأ مطبعي. في سكوير يساوي في نوت سكوير ماينس 2 جي واي ماينس واي نوت. وانا انتظركم يا هذا القانون. أعلى سرعة, السرعة الثانوية كانت صفر. ليش صفر؟ لأنه الكرة من ارتفعت وصلت إلى زيرو ورجعت نزلت. يعني تخيلوا هذه عملية رمي الكرة للأعلى, راح تصعد توصل لسرعة صفر وترجع تنزل. السرعة الابتدائية في نوت هي كانت 14.7 مثل ما منطين إياها, ماينس 2 في التعجيل الأرضي عطوة 9.8. الواي هي أعلى ارتفاع وصلت الكرة, find the maximum high reached ball اللي هو هذا اللي أنا أريده. الواي نوت أنا أعرفها 1.5 متر. من خلال الرياضيات أحلها بالمعادلة, الواي راح يساوي 12.5 متر. نيجي على موضوع آخر, هو يريد الزمن تايم. أنا أقدر أستخدم قوانين السقوط الحر أيضا, اللي يقول بي يساوي بي نوت ماينس جي تي, والتي عندي هي اللي أنا أريدها. قلنا السرعة الثانوية صفر, والسرعة الابتدائية نعرفها 14.7, الجي عرفه هو عندي 9.8, يبقى عندي بس الزمن اللي هو تي. تي راح يساوي لي 14.7 على 9.8 ويساوي لي 1.5 سكند. هذه أحد الأمثلة المهمة في قوانين السقوط الحر, أتمنى تنتبهون عليها, وإن شاء الله سأعطيكم أمثلة أخرى. تحياتي لكم.